هذا ويواصل نظام الولي الفقيه سياسه القتل والاعتقالات لمواجهه الاحتجاجات التي تملا شوارع المدن الايرانيه، مع تصاعد خطير في موجه التعذيب التي يلقاها المعتقلون في سجون النظام. وتم الاعلان عن مقتل معتقل جديد في سجون نظام طهران، ما يرفع عدد القتلى من المعتقلين في السجون تحت التعذيب الى ثمانيه اشخاص في اسبوعين. ويواجه المعتقلون في سجون نظام الولي الفقيه أشد أنواع التعذيب الممنهج مثل قلع الأظافر وفق الأعين والضرب الوحشي والاغتصاب وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من أربع ألاف إيراني يقبعون في سجون النظام منذ بدء الاحتجاجات في الثامن والعشرين من شهري ديسمبر الماضي